البيت المشهور بكل سويسرا، هذا البيت اللي شايفين وراي حفروا له بالجبل مشان يبنوه. طبعا لما صار له شهرة حولوه لفندق، الليلة الوحدة فيه 600 يورو بس للشخص الواحد. طبعا الطريق يا اخوان اخذ منا مسافه 3 ساعات سفر بالسياره. تخيلوا 3 ساعات مرينا بجبال بانهار بوديان بانفاق حتى قدرنا نوصل لهذا البيت، لانه بصراحه كان مستاهل، لانه هذا البيت يعتبر حتى جابوه على نتفليكس كاكثر البيوت استثنائيه في العالم. متخيلين اكثر البيوت استثنائيه في العالم هذا البيت. طبعا يعني اخذ شهره عالميه كبيره. موجود ضمن قرية اسمها قرية فالس، لهيك نسموه فيلا فالس، يعني فيلا حتى نحن بالعربي بنقول فيلا، سموه فيلا فالس. ما فيك توصل له إلا عن طريق نفق موجود داخل الأرض، تمشي طبعا يدخلوك مثل يعني غرفة خشبية، تدخل فيها تنزل بنفق تطلع أنك ساير بوسط البيت. لاحظوا كيف؟ بقلب الجبل تماما. طبعا يا اخوان البيت مو مبين منه الا واجهته الاماميه، وباقي ما تبقى ما تشوف منه شيء لانه صاير ضمن الجبل. مساحته 200 متر، طبعا يسع لعشر اشخاص، الليله الوحده تتراوح بين 600 الى 1000 للشخص الواحد، متخيلين قديش يعني غالي. غير هيك موجود كمان بالقرب من حمامات فالس الشهيرة، حمامات مشهورة بأوروبا، حمامات فالس، حمامات طبعا بالمي الدافية، موجود هذا البيت بالقرب منها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتشوفوا أماكن أكثر وأكثر، الأماكن ما رح تخلص والتصوير ما رح يخلص، لهيك شدوا الهمة لحتى نوصل 1000 مشترك عن قريب.